زين، هسه السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نبلش محاضرة 8. بمحاضرة 7 اخر شيء شرحنا شلون مثلا نسوي اللوجن والريجستر. طبعا بعدنا ما كملنا اللوجن بصورة كاملة، مجرد انه هيك اتطرقنا لللوجن. اوكي، خلينا اساس للاكشن اللوجن اللي هي باكاونت الكنترولر. وخلينا انه عرفنا شلون نضمن الكونتكست مالتنا بداخل الكنترولر، شلون نخليها داخل الكونستركتر على مود تنمي عن طريق الديبندنسي انجكشن، وناخذها من الديبندنسي انجكشن نخزنها بالمتغير او بالفاريبل اللي احنا معرفين بداخل الكلاس مالتنا، بعدين راح نستعمل اللي هي موجوده بداخل الكلاس مالتنا. سوينا صفحة ساين ان وصفحة ساين اب، هاي ترجع لنا صفحة تسجيل الدخول، هاي ترجع لنا صفحة انشاء حساب جديد. هسه من رجع صفحة تسجيل الدخول وكتبنا اليوزر نيم والباسورد، راح نضغط على لوجن. اذا البوتون مال اللوجن راح يجيبنا لهاي الفانكشن اللي هي فانكشن اللوجن، راح ندزلها يوزر نيم وندزلها باسورد. اتعلمنا شلون راح نستعمل الكونتكست ونستعمل ويا الكونتكست اللينك على مود نرجع اليوزر حسب معلوماته منين من الداتابيس. قلنا اذا هذا اليوزر رجع لنا ديفولت يعني نل، فراح نقول له انه لو كلمه المستخدم، لو اسم المستخدم، لو كلمه المرور، واحده من عندهن خطا، تاكد من عندهن. اذا لا ماكو اي خطا فراح نرجع سكسس، واذا صار عندنا اي ايرور بداخل هاي الكود كله بداخل التراي، اذا صار عندنا اي خطا معين راح يلزم الكاتش. اذا لزم الكاتش، لحد الان احنا بس مجرد مرجعين مسج قايلين يابا ترى احنا صار عندنا خطا اثناء عمليه تسجيل الدخول. اليوم لازم شو نسوي؟ اليوم نحتاج انه نسوي فد شيء بداخل برنامجنا، هذا الشيء اسمه لوجر. هذا اللوجر شو يسوي؟ بأي مكان احنا راح نشتغل راح نخلي تراي وكاتش، ففي حالة صار عندنا اي خطأ داخل التراي من نروح للكاتش نسجل هذا الخطأ بتكست فايل ونسجله بالداتابيس، بعدين نرجع مسج نقول له يابا ترى صار خطأ. ليش نسجله بتكست فايل وبالداتابيس؟ لان حتى بعدين من نصعد برنامجنا على السيرفر ونصعده اونلاين وهو لايف العالم ده تشتغل به، احنا ما نقدر نعرف شنو الاخطاء اللي حتطلع بي، وممكن انه تطلع اخطاء. فحتى اذا طلعت اخطاء نقدر عن طريق استخدام اللوجر نروح للداتابيس نشوف شنو الاخطاء اللي طلعت، او نروح للتكست فايل اللي موجود اونلاين ونباع شنو الاخطاء اللي انكتبت بالتكست فايل. فانا شنو عندي؟ فهسه احنا شنو عندنا؟ مجرد انه راح نجيب فتشي انا مسوي فد كلاس، هذا الكلاس انا مسميه لوجر. راح اجيب هذا الكلاس، طبعا حجيبه كوبي بيست لان انا اوريدي مسوي بغير برامج، وان شاء الله من اجيبه اشرح لكم عليه. فخل نفتح فولدرات، نروح عندنا على اي برنامج احنا مسويه ثاني، مثلا الكلينك الاونلاين كلينك، او خل نروح على برنامج البارادايس احسن. شوفوا، تذكرون اخر مرة من جبنا الكي كنا راح نستعمل الكي على مود انه نخلي ببطنة الكونكشن سترينج وغير الاشياء. هسه هالمرة راح نجي ناخذ اللوجر، طبعا ذني كلهم راح اشرح لكم واحدة واحدة، هاي الكلاسات راح نشرحها كلهن راح نحتاجهن. فناخذ اللوجر كوبي، نروح على البرنامج مالتنا، نروح نفتح الكلاسز. هسه حاليا الكلاسز مالتنا بفقط الكي. اوكي، الكلاس مالتنا بفقط الكي، فنوقف على الكلاس ونقول لك لك يمنا بيست، راح ينزل لنا ايضا ويا الكي راح ينزل لنا الكلاس اللي اسمه لوجر. نفتح اللوجر. اللوجر هذا اول شيء من انا اجيبه كوبي بيست من مكان ثاني، لازم اعدل عليه طبعا. لازم اعدل عليه.
فهسه أول شغلة أسويها أغير النيم سبيس مالته، يعني هذا النيم سبيس مال الأبليكيشن القديم. النيم سبيس الجديد مالتي هو اسم البرنامج، على مود إذا حتى تعرفون شنو النيم سبيس. النيم سبيس معناها إنه هذا البرنامج، هذا الكلاس تسلسله كفولدرات وين نازل. فهسه أني لو أجي على هذا الكلاس حتى نعرف شلون نسمي النيم سبيس، هذا هو موجود داخل البرنامج داخل فولدر الكلاسز. فمن أني أريد أسميه النيم سبيس مالتي، فراح أقول له اسم البرنامج بعدين دوت كلاسز، هذا صار النيم سبيس مالته صحيح. زين هسه بعدين احنا شو مسوين بداخل بداخل اللوجر؟ مسوين انا مسوي عدة شغلات، فحاليا اليوم ما راح اشرح لكم كل هاي الشغلات، راح اشرح لكم شغلة واحدة، والباقي ان شاء الله من نشرح هذا الفتشي اللي اسمه ماستر سيرفيس اوكي اشرح لكم عليه. فهذا راح نوقفه كومنت الماستر سيرفيس، نوقفه كومنت، ايضا هذا راح نحطه كومنت، وايضا هاي الكود راح نحطه كومنت. فهنا هسه اللوجر مالتنا شلون راح يشتغل. احنا مسوين كلاس اسمه لوجر ببطن هذا النيم سبيس. ببطن هذا اللوجر، ببطن هذا اللوجر ايش اكو؟ اكو شغله، عفوا هاي الاشياء اللي سويت لها كومنت عفوا بعدين نجي نشرحها. ببطن هذا اللوجر شنو اكو؟ اكو برايفت كونست سترينج باث. هذا الباث هو باث مال فد فايل تيكست اوكي، راح هسه اعرفه وين؟ بداخل البرنامج. فاذا انا ما راح انطي الباث مالته باث كبير، ليش؟ لانه اصلا هذا اللوجر راح يصير ببطن البرنامج قبل، ماشي؟ فهسه انا شنو راح وين اخلي اللوجر؟ نسيت هاي الفولدرات كلها، راح اخلي اللوجر اوقف هنا على اسم البرنامج مو على السولوشن، على اسم البرنامج اقول لك كليك يمنى، راح اقول له اد نيو فولدر، راح اقول له فايلز، طبعا انا حغير اللوجر ما راح اخليه بالبرنامج قبل، راح اسوي فولدر اسمه فايلز اوكي. هسه بطن هذا الفايل كليك يمنى اقول له اد اد نيو ايتم، راح اختار انا راح اقول له سوي لي شيء اسمه لوجر دوت تي اكس تي، او افهم ولا شرط لوج مثلا بس لوج دوت تي اكس تي، لوج دوت تي اكس تي ماشي. فاني راح اقول له اد نيو ايتم وضيف لي ايتم جديد اسمه لوج دوت تي اكس تي، نقول له اد. هسه ضفنا لوج، طبعا هذا راح نمسحه لانه عباره عن تكست فايل، فهذا نعوفه فارغ هيجي بس مجرد لوج دوت اكس تي وفارغ، وش بنحطه ببطنه. هسه هذا اللوج وين موجود؟ موجود بداخل الفايلز. فاحنا ايش راح نجي هنا نقول له؟ نقول له يابا الباث مال اللوج مالتنا هو عباره عن فايلز سلاش لوج دوت تي اكس تي، ماشي؟ نخلي الباث من الروت، هذا الروت الباث مالتنا من الروت نروح للفايلز بعدين نروح للوج دوت تي اكس تي. لهنا واضح؟ سوينا في ملف تي اكس تي مال شنو؟ لا 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 ماكو هيك تكتب الروت قبل منو الفايل اللي بالروت اللي عندك تكتبه بعدين تكتب اللوج. لو فرضا كان هذا اللوج قبل موجود بالروت مالتك، فقبل اكتب اسم اللوج دوت تي اكس تي. هاي الدلتا ما تنحط بالسي شارب. الدلتا لا هاي ما تنحط، يعني ما لها داعي. هو من تقول له هيجي قبل راح يعرف هو الفايل اوريدي قبل موجود بالروت،
هذا الفايل قبل موجود بالروت، هو قبل راح يروح له. بعدين ايش راح نسوي بداخل اللوجر؟ راح نسوي فانكشن void، نسوي فانكشن public نوعها void. شنو اسمها؟ اسمها write. اوكي، public void write. ايش حطينا بيها باراميترات؟ حطينا بيها تو باراميتر. الباراميتر الاول نوعه exception ex، والباراميتر الثاني نوعه string ندز بيه المسج مالتنا. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح استعمل هذا اللوجر. اوكي، استعمل هذا اللوجر، استفاد من هاي الفانكشن الرايت اللي صايره بي على مود شنو؟ على مود اروح اكتب الايرور اللي راح يجيني. شوفوا هسه احنا هنا بالاكاونت من راح يطلع ايرور، منو راح يلزم هذا الايرور؟ هذا المتغير الاكسبشن هو اللي راح يلزمه. الايرور راح يلزمه هذا الفاريبل اللي هو نوعه اكسبشن. فانا ايش راح اسوي؟ راح ادز هذا الاكسبشن لمن؟ لللوجر. اللوجر ايش راح يسوي؟ راح يعرف لي فاريبل سترينج عباره عن نيو لاين. منين جاي هذا النيو لاين؟ جاي من انفايرمنت دوت نيو لاين. عرفت نيو لاين. هسه النوب اجيت ايش راح اقول له؟ راح اقول له يابا ايش تكتب لي بالتكست فايل؟ اكتب لي اول شغله، اكتب لي اول شغله المسج اللي انا دازها، بعدين انطيني اربع سبيسات، بعدين حط لي وقت. اوكي، طبعا هذا الوقت ما راح اكتبه دوت ناو، راح اكتبه دوت يو تي سي ناو. بعدين افهمكم شنو الفرق بين الناو واليو تي سي ناو. فقلت له يابا حط لي المسج، حط لي سبيسات، بعدين اكتب لي هذا الوقت، بعدين حط لي مرتين اندر، يعني انزل سطر وارجع هم انزل سطر، نيو لاين نيو لاين. بعدين روح شو تسوي لي؟ سوي لي تيكست. هذا التيكست اذا هذا الاكسبشن الجايك لا يساوي نل، وروح جيب المسج اللي موجوده ببطن هذا الاكسبشن وضمها بالتيكست. بعد ذلك خلي شنو؟ خلي نيو لاين. هاي اذا تحقق الشرط اللي قبل الاستفهام، إذا تحقق الشرط اللي قبل الاستفهام طبق الجملة اللي بعد الاستفهام. إذا الشرط ما تحقق فطبق الجملة اللي بعد الكولن، اللي هي شو تسوي؟ تحط لي فراغ. بعدين همات وين جيت؟ جيت النوب على الانر اكسبشن، لأن الايرور وين ينضم؟ ينضم بالاكسبشن دوت المسج وبالاكسبشن دوت الانر اكسبشن دوت المسج. فأني هسه أول مرة خزنت المسج، بعدين اشيك اذا الاكسبشن دوت الانر اكسبشن لا يساوي نل، فاروح اجيب الاكسبشن دوت الانر اكسبشن دوت المسج واخلي وراه سطر. اذا هذا يساوي نل اخلي فراغ. بعد ذلك اخلي هم فراغ، هم انزل سطر واخلي هاي الخطوط وهم انزل اسطر مرت اللوخ. بعدين ايش اقول له؟ اقول له يابا هذا الهدر وهذا التيكست وهذا الفوتر روح كلهن ضيف لياهن، سوي لهن ابيند على التكست اللي موجود بهذا الفايل، ضيف لهاي السترنجة كلها اللي هي صايرة عبارة عن الهدر والتكست والفوتر. اوكي، فبهالحالة شكو خطأ او شكو اكسبشن اندز للرايت، الرايت ايش راح تسوي؟ راح تفسخه. اوكي، وترتب الكتابه مالته وتروح وين تخزنه؟ تخزنه على الفايل التكست اللي موجود بهذا الباث. انا ليش قايله ابيند اول تكست؟ على مود خاف اكو تكست قديم موجود بهذا الفايل، خاف اكو تكست قديم موجود بهذا الفايل ما امسحه، لا وانما اكتب فوقه. اوكي، ما امسحه، اكتب فوقه. اكو بعد اكو وحده قبلها اسمها append append all text append text اي append all text. هسه هاي الرايت، هاي الرايت عاديه. شوف ثاني اريد اعلمكم على كم شغله. ها طبعا اهم اخلي كاتش الها، بس الكاتش مالتها ما اخلي بيها شيء، مجرد catch exception و throw.
هاي يعني مو اخو ما اخلي بطن بطن اللوجر هم لوج، ماكو داعي. فحد هنا اوكي. هسه هاي الرايت عاديه، ايش راح نسوي؟ راح نسوي رايت ثانيه تشتغل وفق مبدا المالتي، تشتغل وفق مبدا المالتي ثريد، يعني تشتغل بارالل. ناخذ هاي الرايت كوبي، ناخذها كلها كوبي، نسويها بيست. راح نجي شو نسوي؟ هاي الرايت نسميها رايت اسينك. الاسينك معناها انه اني دي اشتغل مالتي ثريد، او معناها انه اني دي اشتغل بارالل. اوكي، هسه الاسينك على مود هاي فعلا اخليها تشتغل بارالل بدل الفويد. اذا اريد اسوي، اذا عندي اني فانكشن ما ترجع شيء واريد احولها بطريقه المالتي ثريد او بطريقه البارالل، فامسح الفويد احط تاسك، وقبل التاسك احط اسينك. طبعا كلمه محجوزه، وانزل. شوفوا هذا التاسك، بس لحظه، هذا التاسك موجود ضمن باكج السيستم دوت ثريدنج دوت تاسك. فمن اكتب تاسك لازم اوقف عليه وانزل هذا الباكج على مود فعلا يشتغل التاسك عندي. ها يعني نقول سل. هسه حاليا بالضبط اي تعريف لاسم الداله، لان انا عندي رايت، انا عندي رايت، هاي الرايت العاديه. من اريد اسوي رايت ثانيه تشتغل وفق مبدا الاسينك، فانا راح اقول له رايت اسينك. طبعا حتى هو الابلكيشن، يعني شوفوا هسه اليوم هذا الفايل عباره عن كلاس، وين موجود؟ موجود بالسيستم. شوفوا السيستم مني يسميه، باعوا السيستم مني يسميه. الثاني ايش عندي؟ من اقول له ابيند، باوع ابيند اول تكست العاديه، وابيند اول تيست اول تكست ام الاسينك، ابيند اول لاين العاديه، وابيند اول لايد الاسينك، على مود تقدر انت من الاسم تفرق من هي العاديه من هي اللي تشتغل مالتي ثريد. اوكي، فدائما الفانكشن اللي هي اللي تشتغل وفق مبدا الاسينك انا اخلي بنهايه اسمها اما اسينك، يعني البرنامج هو اصلا هيك يشتغل، يعني هم يعني السياق العام مال التسميات هيك ماشي. فهسه بما انه هاي مالتنا بالضبط طريقه للترتيب مال الاسماء، فهسه هاي مالتنا فوق كنا نشتغل ابيند اول تكست العاديه. هسه بما انه هاي الفانكشن الثانيه تدعم المالتي ثريد، ايش راح اقول له؟ راح اقول له ابيند اول تكست اسينك. طبعا الاسينك راح يكون افضل لي. هسه هنا من قلت له ابيند اول تكست اسينك يطلع لي عليها اخضر. ليش؟ لان لازم قبل لا استدعي الاسينك ايش اخلي قبلها؟ اخلي قبلها كلمه اويت. اخلي قبلها كلمه اويت، ماشي يعني؟ هسه ايش قلت له اني؟ قلت له اسينك تاسك. طبعا هاي التاسك حطيتها بمكان الفويد. اوكي؟ اذا احط بس تاسك معناها هاي فويد. اوكي؟ فهسه قلت له اسينك تاسك، وبعدين جوا ايش قلت له؟ استعملت الاويت على مود اروح شو اسوي؟ على مود اروح استعمل ابيند اول تاسك اسكرونانس. فهسه انا صار عندي، صار عندي بطن اللوجر فانكشنين، فانكشن تشتغل تسوي لي تخزن لي اكسبشن، تخزن لي معلومات الاكسبشن بالتكست بطريقه عاديه، والفانكشن الثانيه تخزن لي هاي المعلومات بس بطريقه الاسينك اويت. اوكي، بطريقه المالتي ثريد او بطريقه البارالل. هذا الحد هنا كمل هذا الفايل مالتنا. هذا مال منو؟ مال اللوجر. طبعا هسه شنو اللي راح اسوي؟ اللي راح اسويه هو بهالبساطه هاي، نروح على الدي، نروح على الكورس مالتنا، نروح على الكلاس، ناخذ اللوجر كبي وننشر لكم بالقناه. ورا ما عدلناه وكملنا راح انشر لكم بالقناه. حتى شنو؟ بس مجرد تروحون عليه
تباعون الكودات من عنده تاخذوا كوبي بيست وتشتغلون. ماشي يعني؟ يبقى انتم شو تسوون؟ بس مجرد انه قلت لكم مثل ما علمتكم، بس راح تغيرون النيم سبيس مالته، تسوون نفس النيم سبيس مال البرنامج مالتكم. ماشي يعني؟ طبعا ايضا لازم تعرفون الفايلز، لازم تعرفون لوج ببطن الفايلز. اوكي خلينا نشوف منو اللي داز مسج. ها اوكي هاي شنو؟ السلام عليكم، احنا ليش نسوي ما بالكلاس؟ ما فهمت هذا السؤال، شنو ليش نسوي ما بالكلاس؟ هذا خلي اجاوبش عليه ورا المحاضرة، ليش نسوي ما بالكلاس؟ بس فهمت قصدك. زين هسه لحد الان هذا اللوجر مالتنا راح ياخذ لنا مثل ما قلنا، ارجع اعيد، ياخذ لنا المسج اللي احنا دزيناها، وياخذ لنا الاكسبشن اللي احنا دزيناه، ويروح يرتب النص مالته، ويخزنا وين؟ يخزنا بداخل التكست اللي احنا حاطيه. اوكي بعدين نشرح شلون هذا السيرفس اللي انا مسويه هنا ومسويه هنا ورايح مستعمله هنا، هذا اني ورا ما اخزن الخطا مالتي الاكسبشن، ورا ما اسجل الايرور بالتكست فايل، اروح ايضا وين اسجله؟ اسجله بتيبل موجود بالداتابيس. اوكي يعني هم اسجله بفايل وهم اسجله بالداتابيس. هسه بعدين نوصل لمرحله شلون نسجله بالداتابيس. زين هسه وين نروح؟ نروح للاكونت. هسه نقول اوكي هسه احنا بالاكونت باللوجن، شلون راح نستخدم هذا اللوجر اللي احنا سويناه؟ فراح نقول الجواب كالتالي. اريد اعلمكم اليوم هسه على شغله. اوكي هاي الشغله شويه يعني هي مو صعبه، شوفوا اريد اعلمكم اليوم على شغله صغيرونه. طبعا الوقت 6 دقائق، ما يكفي انه اشرح كل شيء، بس يعني على ما قبل لا يخلص وقت الميتنج راح اعطيكم ملاحظات شنو الشيء اللي حنسويه بالبث الثاني. ايش راح نسوي؟ اليوم احنا عندنا هذا الاكونت كنترولر، عندنا هذا الاكونت كنترولر، بعدين راح نسوي غير كنترولر مثلا للبوستات، راح نسوي غير كنترولر للبروفايلات، راح نسوي غير كنترولر للنوتيفيكيشن، وممكن نسوي غير كنترولر لغير شغله. اوكي زين هسه هاي احنا من دا نسوي عده كنترولرات، اكو اشياء ثابته احنا نحتاجها بكل كنترولر. يعني على سبيل المثال الكونتكست اني هحتاجها بكل كنترولر، لان اني عندي عباره عن كونتكست واحد مو عده كونتكستات. واصله الفكره؟ هحتاج اني الكونتكست بكل كنترولر. زين اللوج أنا هحتاجه بكل كنترولر. بعد شنو؟ الكاش، الميموري كاش، أنا هحتاجه بشكو كنترولر، أنا أحتاج أسوي ميموري كاش. وياي الفكرة؟ بعد أكو عدة أشياءات مثلاً كلاس المسج، أيضاً أنا هحتاجه بشكو كنترولر. فأني بدل ما هاي الأشياءات اللي هن مثلاً الكونتكست واللوجر والكاش والمسج اللي انا هحتاجهن بكل كنترولر، بدل ما اقعد بكل كنترولر اعرفهن من جديد واسويهن من جديد، فش راح اسوي؟ راح اسوي كنترولر اعتبره ماستر كنترولر او بيس كنترولر. هذا الكنترولر راح يصير ابو الكنترولرات مالتنا. يعني الفكره اسوي كنترولر اورثه من الكنترولر الاصلي، اسوي كنترولر اسمه مثلا ماستر اورثه من الكنترولر الاصلي، بعدين اجي الكنترولات مالاتي اورثهن من الماستر كنترولر. فشي يصير عندي؟ يصير عندي كانما هيك، تخيلوا يصير عندي كانما بين هذا الكنترولر وبين الكنترولر العادي يصير عندي بالنص فشي اسمه ماستر
اي اسم سموه. فشي يصير عندي اسمه ماستر كنترولر، هيك تخيلوا. فاحنا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كنترولر منطي خصائصه للماستر كنترولر، والماستر كنترولر منطي خصائصه للاكونت كنترولر. بس الفائده من الماستر كنترولر شنو؟ بداخل الماستر كنترولر راح نعرف اشياء مشتركه، يعني نخلي الكونتكست هنا بداخل الماستر، نخلي الكاش بداخل الماستر، نخلي اللوج بداخل الماستر، على مود شنو هذن الاشياءات الثلاثه مثل الميموري كاش والكونتكست واللوجر ما يحتاج نعرفهم بكل كنترولر. نعرفهم مره واحده بداخل الماستر، والكنترولات مالتنا من ياخذن وراثه من الماستر، فالاشياء اللي موجوده ببطن الماستر كانما قبل وين صارت؟ صارت بيهن. اوكي طخت لو احد عنده مس اندرستاندينج؟ ها شباب بالضبط. بدل ما اني اعرف هاي الاشياء بكل كنترولر اسوي، فاني اسوي ماستر كنترولر يصير حلقة وصل بين الكنترولر الحفيد وبين الكنترولر الجد، يعني خلينا نقول هذا الحفيد هذا الجد هذا الأبو، فرح الجد يطل خصائص مالته للأبو. احنا فوقها نخلي أشياء بداخل الأبو نريدها تروح لكل الأبناء، بعدين نجيب هذا الأبو ننطيه لكل الأبناء، نورث الأبناء من عنده. فكأنما بالمحصلة الاكونت كنترولر راح ياخذ خصائص الماستر وخصائص الكنترولر. بالضبط، هو مثل الشيء موجود بكل صفحه، بالضبط مثل الماستر بيج، بس هو هنا ما عندنا ديزاين، احنا هنا عندنا يعني او او بي، عندنا اوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوكي هذا مبدا الاو او بي عادي يعني. لا بالعكس، ترى يعني ترى هذا اللي بدنا نشتغله كله او بي. لا المهم اي زين، هسه ال شو صحوا له البث راح يخلص بعد دقيقه، فانا راح اخلصه من يمي وحسوي رابط بث جديد وانشره لكم على مود نكمل شلون نسوي الماستر كنترولر ونخلي اللوج بداخله ونستعمله. زين هسه نجي نكمل شلون نسوي ماستر كنترولر. فوين راح نروح؟ راح نروح للكنترولرز، نفتح الكنترولرز ببطن الكنترولرز، نقول لك كليك يمنى نضيف لنا كنترولر، طبعا نختاره امتي ونقول له اد، راح يقول لنا اعطونا الاسم مالته، راح انا اسميه ماستر كنترولر، سميه اد. زين هسه سوينا ماستر كنترولر، الماستر كنترولر متورث منين؟ من الكنترولر، هذا فشي كلش طبيعي. هسه الماستر كنترولر ما راح يحتوي على اي اكشن، ما يحتوي اكشنات، يعني ما يرجع لنا فيوات ولا يحتوي اكشن. وكذلك نروح على الفيوز، اوكي زين، هو ما مسوي له فولدر، لو فرض انه مسوي له فولدر كان مسحنا، بس هو ما مسوي له فولدر بعده، فهذا كل الزين. زين هسه هذا الماستر كنترولر راح نجي شو نخلي بداخله؟ نخلي بداخله public personal blogs
context. فهاي شو نسميها؟ نسميها context. ونقول له semicolon. نسميها هيك. Underscore context. بس هو هنا دا يعترض لأن يعني personal context بعد ما نازل بالusing فننزله بالusing. زين. وبعدين هم شو نسوي؟ قبل البيرسونال نقول له public نعرف اللوجر مالتنا لوجر راح اسميه انا طبعا راح اسميه بالمختصر log سيمي كولن ايضا ننزل اليوزنج مالته ها طبعا شنو اكو فد شيء موجود بالمايكروسوفت اكستنشن لوجينج ايضا اكو لوجر بهذا يعني بهذا اليوزنج نيم سبيس اكو لوجر واحنا باليوزنج سبيس مالتنا هم اكو لوجر فاني يعني من قلت له نزل لي اللوجر مالتك فهو راح نزل ذاك بينما انا اريد ابو الكلاسز فهسه قلت له نزل لي ابو الكلاسز وحمسح هذا اللوجينج النيم سبيس مال اللوجينج لا ما نحتاجه زين هسه بعد ذلك نجي شو نسوي؟ نجي نسوي كونستراكتر للماستر كنترولر. نرجع ونقول الكونستراكتر عبارة عن function public اسمها نفس اسم الكلاس. public function زين. هاي الماستر كنترولر لازم شو ندزلها؟ لازم ندزلها personal blog context. شو نسميه؟ نسميه context. على مود بعدين شو نقول له؟ على مود بعدين نقول له يابا هذا الكونتكست خليه يساوي الكونتكست العادي. اوكي؟ لهنا تمام؟ بعدين همات ايش راح نقول له؟ راح نقول له يابا اللوج مالتك سوي له انشلايز اللوج عباره عن نيو لوجر. فسوينا initialize للlog وسوينا الكونتكست ماشي؟ حد هنا واضح؟ هسا رح ناخذ هذا الماستر كنترولر ناخذه كبي نروح على الاكونت كنترولر نقول له للاكونت كنترولر هسا انت مو دا تاخذ الوراثه مالتك من الكنترولر قبل شيل الكنترولر روح اخذها من الماستر كنترولر هسا صار هذا متورث منين؟ من هذا هسا ايش صار عندنا؟ صار عندنا علامة خضراء وخطأ. راح أقول لكم ليش هاي العلامة الخضراء موجودة وليش الخطأ موجود. العلامة الخضراء هاي موجودة لأن هو ايش ديش يقول لي؟ دا يقول لي يابا أنت البيرنت مالتك أكو ببطنه كونتكست. وهذا الكونتكست متورث إلك. وأنت هنا راجع مسمي كونتكست ثاني. فماكو داعي بعد. فالكونتكست اللي ببطن الكنترولر الأكونت شو نسوي؟ نمسحها راح يبقى هنا الكونتكست شغال شوفوا ما اعترض ليش لان هذا الكونتكست هو متعرف بداخل الماستر واحنا ورثنا الماستر للكنترولر مالتنا اذا اجى هذا الكونتكست للكنترولر مالتنا عن طريق التوريث اوكي زين هسه بما انه الكونتكست مسحناه منا بعد هاي ما لها داعي نمسحها زين هسه هذا ليش دا يعترض هذا دا يعترض لانه البيرنت كنترولر مالته يريد بالكونستراكتر مالته كونتكست يريد شنو بالكونستراكتر مالته كونتكست فاحنا ايش راح نسوي الديبندنسي انجكشن راح يجيب لنا الكونتكست للكونستراكتر مالتنا احنا شو نسوي ناخذ هذا الكونتكست وندزه للكلاس اللي احنا ماخذين الوراثه من عنده شلون ندزياله عن طريق انه نقول له دزه للبيس كلاس دز لي شنو دز لي هذا الكونتكست هسه راح الايرور فاحنا هنا ايش سوينا اخذنا هذا الباراميتر بالكونستراكتر مالتنا عن طريق الديبندنسي انجكشن ودزيناه للكلاس اللي احنا متورثين من عنده
هسا الماستر كنترولر شلون راح يوصل للكونتكست؟ راح يوصل للكونتكست عن طريق هاي الجملة. اوكي؟ لان انا ايش قايل له؟ قايل له اخذ الكونتكست من الديبندنسي انجكشن ودزه للبيس. منو البيس؟ الماستر هو البيس. جواب لا لا انتبهي لي انتبهي لي لحظه واحده. الاكاونت حياخذ يا كونتكست حياخذ هذا ابو الاندرسكور. اوكي هسه النوب الكنترولر الماستر كنترولر يريد باراميتر كونتكست بالكونستراكتر مالته. اوكي من اجينا ورثنا الكنترولر مالتنا من الماستر كنترولر. اذا هاي الجمله ما حطيناها راح يصير عندي ايرور. ليش؟ راح يقول لي يابا انت بالضبط لا مو ما يعرف وين يدزها. راح يقول لي انت ماخذ وراثه من كنترولر. هذا الكنترولر يريد بالكونستراكتر مالته كونتكست. اوكي وانت ما داز للكونتكست، فهذا الكونتكست الماستر كنترولر منين راح يجيبه؟ لازم انت تدزياله. فانا ايش راح اقول له؟ راح اقول له شلون ادزياله؟ اخذه بالكونستراكتر مالتي عن طريق الديبندنسي انجكشن وادزياله عن طريق البيس. فهسه الماستر كنترولر من يتعرف وتشتغل الكونستراكتر مالته ما راح يعترض هذا يقول منين اجيبه، لان هذا منين راح يجيبه؟ راح يجيبه من عن طريق هاي الجمله. اوكي هاي مبدا انهيرتنس، هاي مبادئ انهيرتنس ما تقبل خطا. اوكي هسه يبقى احنا منو الماخذي؟ منو المستعملين؟ مستعملين ابو الاندرسكور. اخذت؟ فصار انه هنا بعد ما راح نعرف شيء، صار الكونستراكتر مالتنا فارغ، ورثنا للابو. هسه بعد شنو عندنا؟ عندنا بداخل الماستر عندنا اللوج تعرف وصار له انشلايز. فش راح نسوي بداخل الاكاونت من نجي نريد نشتغل؟ قبل ايش راح نقول له؟ قبل راح نستعمل منه؟ قبل نستعمل اللوج بلا ما نعرف لوجر بالاكاونت بالكنترولر مالتنا. ان اوريدي احنا من ورثنا من الماستر اوريدي اللوج اجانا عن طريق الوراثه. فبالكاتش راح نقول له لوج دوت رايت اسينكرونانس وش راح ندز له؟ راح ندز له الاكسبشن اللي حصلناها من ناني وكوما. شندز له؟ ندز له فد مسج معينه. زين شنو المسج اللي حندز ياله؟ انا دائما افضل المسج شلون ادزها؟ ادز اسم الكنترولر بالمسج، ادز اسم الكنترولر واخلي هيجي، وادز اسم الاكشن على مود شنو؟ هاي الرايت وبعدين من يجي اللوجر يكتب لي المسج مالتي بالبدايه وبعدين يكتب الاكسبشن جواها، من اروح اقرا التكست ايش القى؟ من اقرا هاي المسج الاولى ايش راح القى بالمسج؟ راح القى انه يابا ترى هذا الايرور المطبوع هو يخص هذا الكنترولر، يخص هاي الفكشن. اوكي فاهمين قصدي؟ طريقة للترتيب بالضبط على مود اعرف انه هذا الاكسبشن من دين كتب هو فوق بالبدايه. انا ايش راح اطبع؟ راح اطبع مسج ووقت. المسج منين ادزها؟ ادزها منه. فاني هنا هاي الكاتش مال منو؟ مال اللوجن اللي موجود بالكنترولر. حتى بعدين من يصير عندي ايرور هنا، من اروح للتكست مالتي القى انه جاييني ايرور من الاكونت من اللوجن، جاييني ايرور من الاكونت من الريجستر، جاييني ايرور مثلا من الاكاونت من فلان فانكشن، جاييني ايرور من فلان كنترولر من فلان فانكشن، ويا التاريخ وجوا التفصيل مال الاكسبشن. اخذت؟ هسه انا حسوي حجبر روحي انه انا اسوي ايرور. اوكي ما ادري شلون حسوي ايرور بس هسه اسوي ايرور. اوكي ونخلي نروح نطبع على مود هذا الايرور ينطبع ونشوف شلون دا يطلع. طبعا حخليكم يعني ديباجر على مود اشوفكم ايش دا يصير. زين هسه هنا هاي دا يعترض عليها اخضر. ليش؟
لأنه إحنا هنا دا نستخدم في شيء أسنكرونس، بس إحنا الفانكشن مالتنا كلها مال لوجن هي ما تشتغل أسنكرونس. فحتى نشغل الفانكشن مالتنا كلها أسنكرونس إيش راح نسوي؟ راح نخلي ورا البابليك أسنك، ونخلي على الجيسون ريزولت تاسك شيء. اوكي، نخلي على الجيسون ريزولت تاسك، ونروح هنا قبل الاستدعاء.